تمام، هسه بدون الكود. اليوم محاضرتنا حتكون حلوة وخفيفة بس شوية بيها تفاصيل زايدة، مو نفس ديش المحاضرة. أغلبيتكم قلتوا إنه ديش المحاضرة كانت مطولة، فاختصرت لكم بعض المعلومات وإن شاء الله تكون سهلة. بهذه المحاضرة إحنا رح نحكي عن ثلاث محاور أو ثلاث أنواع من الأنيميا. ديش المحاضرة حكينا البيسك عن الأنيميا وعرفناها، وعرفنا شلون رح يعني رح نعرفها بالسي بي سي، وشفنا البلود فول، كله كان بيسك أشياء بس رؤوس أقلام وشون تصير الأنيميا والإفكت مالتها. هسه رح ناخذ التايب مالتها. بهذه المحاضرة رح ناخذ 3 تايبس، اللي هي الأيرون ديفيشنسي أنيميا، والأنيميا أوف كرونيك ديزيز، والأنيميا أوف بريجنانسي. طبعا كبيسك رح ناخذ فقط الأشياء اللي تفيدنا ككلينيكال، وهون رح نتطرق لهواية بيسك لأن انتم تدرون يعني البيسك مطولة كلش. نبدي بأول أنيميا اللي هي الأيرون ديفيشنسي أنيميا. أنا خليت لكم كيسين، إن شاء الله من نخلص الأيرون ديفيشنسي أنيميا أول طالب ماخذ 15 هو رح يقراها ويفسر لنا إياها. تمام، هذه كيس بعدين نرجع نقراها نرجع عليها، وهذه كيس كيسين بعدين نرجع نفصلها يعني بتفاصيلها بس ولا ما نكمل شرح. نبدي بيها. أول شيء هي من Iron Deficiency Anemia، لازم ناخذ فكرة عامة عن هذا الآيرون. رح ناخذ كم شغلة بسيطة موجودة بملازم دكتور علي محمد جواد نعطيها، معناها هذا شيء مفيد ككلينيكال. أول شيء يقول لازم نعرف الجسم ايش قد يحتوي آيرون، 3 إلى 4 غرام، يعني Total Body Iron Content هو 3 إلى 4 غرام. هذا فشي يعني بيسك، واحد حلو انه يعرف ايش قد من الجسم هو حديد، ايش قد يحتوي الجسم على حديد، يعني 3 الى 4 غرام. زين، ثلثين من هذا الايرون وين موجود؟ موجود بالهيموغلوبين، هو هذا المفيد. حتقولوا لي الثلث الباقي وين؟ راح اقول لكم بالمايوغلوبين عفوا، والباقي ما يعني مو مهم احنا نعرف وين، المهم نعرف انه ثلثين هو وين موجود؟ بالهيموغلوبين اللي هو وين؟ بالار بي سي. زين، بيا فول، هاي الفورمات هسه رح نجي نحكي عليها للدخون بيها، بس اهم شيء نعرف انه يتواجد بالفلس فول. احنا ماخذين قبل بالسادس بالاعداديه الحديد بتكافؤ ثنائي وتكافؤ ثلاثي، هو هذا المقصود. هسه نجي نفسره، بس اهم شيء تعرفون انه ثلثين من البادي ايرون كونتنت موجود بالهيموغلوبين. زين، همين قلنا انه هو موجود بادر سايت يعني مو بس بالهيموغلوبين. زين، عندنا الايرون انتيك الدايتري. الايرون انتيك يختلف عن الايرون كونتنت. اني من الناس من كنت مرحله ثانيه او مرحله ثالثه ما كنت كلش افرق، يعني كنت اخبط ما ادري ليش، مع العلم هي كلش واضحه الكونتنت وين والانتيك وين. فالمهم واحد يعني انه يحفظ الكونتنت شنو والانتيك شنو. الانتيك يعني احنا اللي ناكله اللي بدايه تري. زين، كافريج ايش قد ياخذ الـ يعني الايرون انتيك للادلت ايش قد يحتوي؟ 10 الى 20 ملي غرام من الايرون بير داي. يعني هسه احنا شفنا انه البادي الايرون كونتنت بالغرام، هاي بالملي غرام. زين، كابزوربشن ايش قد من هذا اللي احنا ناخذه بالدايت دا يصير بي ابزوربشن؟ بس 5 الى 10%. وهاي كلها اشياء مو اعتقد يعني كلش راح تفيد، بس المهم يعني واحد فور يور نولج انه 10 الى 20% عفوا 10 الى 20 ملي غرام موجود بالدايت، وبس 5 الى 10% دا يصير بي ابزوربشن. يعني ايش قد؟ يعني 0.5 الى 2 ملي غرام بير داي دا يصير بي ابزوربشن، يعني يمتص الجسم. زين، اكو فشي اسمه ايرون بالانس. كلنا نعرف مثل ما اكو بوزيتيف نيتروجين بالانس اكو بوزيتيف ايرون بالانس. الميل دائما عندهم بوزيتيف ايرون بالانس. زين، المنستغويتنج فيميل عندها نيجاتيف ايرون بالانس، لانه احنا عندنا المنستغويتنج فيميل الايرون دا يصير بي اكسكريشن اثناء يعني المسس، فلذلك يصير عندها نيجاتيف ايرون بالانس. وهاي شغلات يعني معلومات عامه لحد الان. زين، نجي على فشي مهم ككلينيكال ما راح نتطرق له بحذافير، لانه الفيجر اللي هسه راح نشوفه كلش مفصل واحنا ما يهمنا هاي التفاصيل كلها. الاشياء اللي تهمنا هي خمس شغلات انا كاتبت لكم اياها: فيرست، سكند، ثيرد، فورث، فيفث. بس هاي الاشياء اللي احنا مهم يعني مهم انه نتطرق لها. اما بالنسبه للفيجر فمو مهم ابد تعرفون التفاصيل بحذافيرها.
أهم شيء نعرف إنه عندنا two forms of iron اللي إحنا قلناها حكينا عنها، عندنا الهيم وعندنا النون هيم. الهيم اللي هو animal source، يعني ناخذه من الميت مثلا من الفيش animal source، يا تكافؤ يصير هذا اللي هو موجب اثنين يصبح له فلس. زين النون هيم من الانيمال ومن البلانت سورس، يعني من الفيجيتابلز اضافه الى الميت. زين هذا شنو هذا؟ هذا لا موجب ثلاثه يصبح له فلك، مو فلس موجب ثلاثه، هذاك موجب اثنين. يعني الهيم بي ايرون موجب اثنين، والنون هيم هو الايرون موجب ثلاثه. زين مهم كلش نعرف انه الايون ابزوربشن وين يصير. انا طبعا سويت بالبي دي اف هالمره، مو بال باور بوينت حتى اقدر اشرح لكم المهمات. الايون ابزوربشن وين يصير؟ ميلي يصير بالدودنام، هاي كلش مهم انه نعرفها. ليش؟ لان اذا صار اي ديزيز بالدودنام يعني معناها الايون ما حيصير بيه ابزوربشن وهكذا، بس مهم انه نعرف انه ميلي وين يصير. يصير بالدودنام الابزوربشن. زين نجي على ثاند اللي هو هذا المخطط الكبير المليء بالأشياء الكثيرة. يعني نبدي بالبداية راح أشاركم بس الأشياء المهمة اللي مهم واحد يعرفها. إحنا قلنا الجسم أو الإنسان دا يأكل هيم دا يأكل نون هيم، هذا الهيم فوق وهذا النون هيم اللي هو موجب ثلاثة. زين الدودينام اللي هو المكان اللي راح يمتص للآيرون ما يقدر يمتص الفرك، يعني ما يقدر يمتص موجب ثلاثة، لازم يحوله إلى موجب اثنين. يعني الآيرون ما يمتص إلا إذا كان فرس، يعني فرك ما يمتص. زين الهيم ما بي أي مشكلة، مثل ما تشوفون راح يعبر عن طريق هذا الترانسبورتر اللي موجود بالوردي، هذا اللي مو مهم تعرفوه، ما حد حيسأل عليه لأن إحنا مو بيسك، إحنا دا نتعامل كديزيز، فهذا مو مهم تعرفوه. المهم يعبر عن طريق ترانسبورتر ويدخل داخل الدودينال سيل، مثل ما مكتوب لكم هنا انه هذا دودينال سيل وهذا اللومن. باللومن الهيم راسا يفوت للدودينال سيل، لانه قلنا انه هو يحتوي على الايرون موجب اثنين والايرون موجب اثنين، يفوت عادي داخل الدودينال سيل. زين بعد هذا الفرق شنو حيصير بيه اللي هو النون هيم اللي نجيبه من الانيمال والبلانت سورسز؟ هذا لازم يتحول الى الايرون موجب اثنين عن طريق فد انزيم معين هم موجود بالأبيكال سيرفيس مال الدودينال سيل اللي هو هذا، وهم مو مهم تحفظون اسمه، بس مهم تعرفون انه الفرك يجي للدودينال سيل يتحول الى فرس. زين تحول الى فرس اللي هو الموجب اثنين، هم حيدخل عن طريق ترانسبورتر. وين يروحون كلهم ورا ما يتحول الفرك الى فرس والهيم اصلا اللي هو يحتوي على فرس كلها تفوت الى داخل الدودينال سيل. زين شي يصير بيها داخل الدودينال سيل؟ تتجمع اللي يصيحوا له هذا لايبايل ايرون بول، هذا تتجمع، هو الحديد يتجمع داخل الدودينال سيل لايبايل ايرون بول. زين هذا ليش لازم احنا نستخدمه؟ ليش هو يبقى هيجي ومن يريد الجسم هو يستخدمه؟ لازم نحوله إلى صيغ أخرى، لأنه الليبايل آيرون بول يطلع لنا رياكتف أكسجين سبيشيز مكتوبة جوا. يعني شنو رياكتف أكسجين سبيشيز؟ يعني يسوي لنا أكسيديتف دامج، يعني ممكن يكون يسوي لنا دامج للسيل، لذلك إحنا لازم نسوي له يوتيلايزيشن. زين وصلنا للمرحلة اللي شلون رح هذا الليبايل آيرون بول الجسم شلون رح يستخدمه؟ يستخدمه بثلاث طرق، اما يحوله الى فرتين اللي هو هذا حتى يسوي له ستورج يعني خزنه، اما يسوي له يوتيلايزد يعني تستخدم الخليه تصنع به، تستخدم الميتوكوندريا تصنع به انزيم تصنع به هيم من جديد. المهم يصير به يوتيلايزيشن in one way or another، يعني هسه اما يصير به ستورج اما يصير به يوتيلايزيشن. بعد الثالث شنو الخطوه الثالثه؟ يعني الايون يطلع من الدودينال سيل يروح للبلاد، نانا بلاد. زين يطلع من الدودينال سيل يروح للبلاد. زين اني الايون اذا يروح للبلاد حيكون توكسيك، احنا لازم نحتاج في شيء كارير بالبلاد، وهذا كله طبعا يعني بيسك بس احنا مجرد نعيده. لازم يروح
يرتبط بفشي اسمه ترانسفيرين، فد مولكيول موجوده بالبلاد تلزم الايرون، يعني هو يستخدم يصيحوا له كارير اوف ايرون. زين، انا عندي هذا بالليبرال ايرون بول، كل الايرون هو عباره عن فرص، يعني موجب اثنين. هذا الترانسفيرين من يجي يمه الايرون موجب اثنين، راح يقول اني ما اشيل الايرون موجب اثنين، لازم الايرون يصير موجب ثلاثه. يعني هاي شنو هاي؟ اول شي الدودنه قالت اني ما اريد هذا موجب ثلاثه، لازم يصير موجب اثنين. هسه الترانسفيرين يقول اني هذا موجب اثنين ما يفيدني، اريده موجب ثلاثه. هي هيجي، واحد ما يحب واحد، ناس ما تحب ناس. المهم، فهذا الموجب اثنين اللي هو موجود بالليبرال ايرون بول لازم يتحول إلى موجب ثلاثة عن طريق فد إنزيم معين، همينة عن واحد مو مهم إنه يعرفه، هذا البنفسجي، هذا يحول لنا الآيرون من موجب اثنين إلى موجب ثلاثة، حتى شنو؟ حتى الترانسفيرين يشيله. زين، لعد بعد اكو هاي النقطة الخضراء، شنية هاي النقطة الخضراء؟ عبارة عن فشي يصيحوا له سيرولوبلازمين، هذا هم يعني يحول لنا الايرون من موجب اثنين الى موجب ثلاثة. بس الفرق بينه وبين هذاك شنو؟ الفرق بينه وبين هذاك انه هذاك البنفسجي موجود على يعني متشلب بالسيرفس مال الدودنال سيل، يعني السيرفس اللي مواجه للبلاد سيل، في حين بالبلاد فيزلز العفو، في حين السيرولوبلازمين هو موجود بالسيركوليشن، هو موضح بالرسم انه هو ما متشلب بفشي، مجرد انه موجود داخل السيركوليشن. زين، هسه احنا عرفنا ولازم نراجع هذا الشيء المهم اللي هو انه اول شيء دود النصير ما تقول اني ما اريد هذا الموجب اثنين، ما اريد هذا الموجب ثلاثه، اريده يتحول الى موجب اثنين. زين، لعد هذاك شنو؟ هذاك يقول لك اني ما اريد هذا موجب اثنين، يتحول لي الى موجب ثلاثه، وهكذا. ونظل احنا على هالمنوال، ناس تريد هذا وناس تريد ذاك. يعني مهم انه ما يبقى هذا اللي باي الايرون بول اذا ما نسوي له يعني بروسيسنج ان وان واي اور انذر. زين، اكو فشي هذا اللي يصحوا له ما مبين هو المهم، بس هو المهم يعني الفيرولو بولسي، هذا شو يسوي؟ هذا يتحكم بكمية الايرون اللي راح تطلع للبلاد، يعني من الدودنال للبلاد، وهذا راح نجي نتطرق له بشكل يعني مفصل اكثر عن طريق وين بيا محاضرة، يعني بيا موضوع بالانيميا اوف كرونيك ديزيز. بس المهم انه تعرفون انه الايرون شلون يصير بيه ابزوربشن حاليا. زين، هذه الجزيئة اللي هي الفيروبروتين، هذه اسوشيتد يعني وياها هاي الجزيئه البنفسجيه اللي هي راح تحول لنا الايرون من موجب اثنين الى موجب ثلاثه. وهنا يقدر يرتبط الترانسفورين بيها، تمام؟ يعني هاي شنو وظيفتها الفيرو بروتين؟ وظيفتها انه الايرون راح يتصدر خارج الخليه الى البلاد فيزلز عن طريق هذا الشيء. وين موجود الفيرو بروتين؟ موجود على البيز ولاترال سيرفيس مال الدودنال سيل، تمام؟ اكو السؤال على الايرون ابزوربشن هذا الفيجر؟ ريم بس عادي تعيدين هاي اخر شيء، اخر جزء. تمام، هاي صحيح هي بيها شوية تعقيد. زين، اني من وصل الايرون الى داخل الدودينال سيل، وصل لي اتجمع فد بول مثل الحوض يجمع كل الايرون بيا شكل موجب اثنين اللي يصحوا له فيرغس. زين، هذا انا ما اقدر ابقيه هيجي لانه يطلع لنا رياكتيف اوكسجين سبيشيز ويسوي لي مشاكل، فلازم اني احوله ان وان واي اور انذر، يعني استفاد من عنده بالمعنى، ما اقدر اني ابقيه هيجي مجمع. فيا اما احوله اسوي ستورج عن طريق يعني بالفروتين اخزنه، يا اما الخليه تستخدمه يوتيلايزيشن، الميتوكوندريا تصنع من عنده انزيم، تصنع من عنده الهيم مالت اللوخ، يعني مو مهم احنا نعرف شنو بيمن حتستخدمه، المهم نعرف انه تسوي له يوتيلايزيشن، يا اما يعني تصدره الى خارج الخلايا، خارج الدودنال سيل. زين، وين تصدره؟ طلع للبلاد. شلون يطلع للبلاد؟
يطلع عن طريق الفيروبروتين. زين، هذا الفيروبروتين من طلع لنا الايرون، ما يقدر الايرون يبقى بالسيركوليشن بشكل الموجب اثنين، لازم يصير موجب ثلاثة، لان الترانسفورين راح يقول لي انا ما اقدر اشيل هذا الموجب اثنين، لازم تحولوا لي اياه الى موجب ثلاثة. فهاي الفيروبروتين اكو بصفها في الجزيئة باللون البنفسجي، مو مهم تعرفون اسمها، هي هاي الجزيئة والله ما يطلع الايرون في الراس تحوله من موجب اثنين الى موجب ثلاثة، حتى شنو؟ حتى الترانسفورين يقدر يشيله بالدم. واكو في الجزيئة لو همين راح تحول لنا الايرون من موجب اثنين الى موجب ثلاثة، يصحوا لها سيرولوبلازمين، هذه موجودة وين؟ موجودة داخل السيركوليشن، يعني تمشي بالسيركوليشن، مو مكلبة بهذا الفيروبروتين، يعني مو على البيزولاترال سيرفس مال الدودينال سيل. من اقول بيزولاترال سيرفس اقصد السيرفس مال الدودينال سيل المواجه، يعني اللي صاير مقابل للبلاد فيزلز، يعني هذا السيرفس، هذا مو هذا بلاد، هذا السيرفس، هذا كله يصحوا له بيزولاترال سيرفس. واضحه؟ هي اشيدج. هسه عندنا في شيء اسمه هبسيدين، يعني هذا الهبسيدين بس المهم راح اشير لكم اياه هو هذا المهم. اول شيء هو شنو الهبسيدين؟ هو بولي بيبتايد. بولي بيبتايد زين، منو يصنعه؟ يصنعه الليفر. الليفر هو المسؤول عن تصنيع الهبسيدين. زين، اكو عباره نخليها بالخط الغامق اللي هو ذا ميجر هرمونال ريجوليتر اوف ايرون هوميوستاسيس، يعني يعني شنو؟ يعني هو اللي راح ينظم الايرون هوميوستاسيس الميجر، يعني هو اهم واحد بتنظيم الايرون هوميوستاسيس. شو راح ينظم لنا الايرون هوميوستاسيس؟ It inhibits الايرون release from macrophages and interstitial epithelial cells. يعني شلون؟ By accelerating degradation of ferroportin شلون mRNA. نرجع لهذا الفكر، الهبسيدين وين راح يجي يشتغل؟ يجي يشتغل على هذا الفيروبروتين، يشتغل على هذا الفيروبروتين، خلي اغير اللون، يجي يشتغل على هذا الفيروبروتين، هذا الهبسيدين. من راح يصنع الليفر؟ راح يجي على هذا الفيروبروتين، شو يسوي له؟ يكسره. ليش ده يكسره؟ حتى الدودينال سيل ما تطلع لنا ايرون للبلاد، لانه احنا قلنا شلون يطلع الايرون من الدودينال سيل للبلاد؟ يطلع عن طريق هذا الفيروبروتين. الهبسيدين راح يجي يسوي هذا بلوكج، فما راح يصير اكو عندنا ريليز اوف ايرون من الدودينال سيل انتو ذا سيركوليشن، يسوي انهبيشن اوف ايرون ريليز، يبقي الايرون موجود بالدودينال سيل ما يخليه يطلع للبلاد. عن طريق شنو؟ انه يسوي بلوك لهذا الفيروبروتين. زين، بعد شو يسوي؟ ايرون ديفيشنسي هايبوكسيا اند ان افكتيف erythropoiesis inhibits الهبسيدين production. يعني احنا مثل ما مثل ما عرفنا بالإريثروبويتين الاشياء اللي تسوي stimulation والاشياء اللي تسوي inhibition للإريثروبويتين، هذا هم لازم نعرف شنو الاشياء اللي تسوي له induce وشنو الاشياء اللي تسوي له inhibition. الاشياء اللي تسوي له induce هو inflammation، هاي مهم كلش نعرفها، كلش مهمه، يعني حط يمها نجمه حتى نعرف انه هي مهمه. زين، ليش مهمة؟ ليش مهم نعرفها؟ لأنه أكو في التايب من الأنيميا بعدين راح نتطرق له، راح نذكر به هاي المعلومة. يعني شنو يسوي له إنديوس؟ يعني شنو يحفز الليفر حتى يصنع هبسيدين حتى يروح للفيروبروتين يسوي له ديجريديشن؟ الإنفلاميشن عن طريق الإنترلوكين 6. هذا الإنترلوكين مهم إنه تحفظه، إنترلوكين 6، وهو هذا تقريبا الإنترلوكين المهم بكل التايب أوف أنيميا. زين، شنو الاشياء اللي تسوي الانهبيشن؟ ايرون ديفيشنسي، طبعا الايرون ديفيشنسي راح تسوي الانهبيشن، لان انا اذا عندي ايرون ديفيشنسي معناها البلاد ما بي ايرون، يعني انا احتاج انه اسوي ريليز اوف ايرون من الدودينال سيل للسيركوليشن، فخو ما اجيب الهبسيدين ويسوي لي بلوكج ويخزن لي الايرون بالدودينال سيل، لا انا احتاج ايرون يطلع لي للسيركوليشن. زين، هايبوكسيا ليش تسوي الانهبيشن؟ نفس السبب، لان ما عندنا هايبوكسيا احنا عندنا انيميا، تسوي لنا هايبوكسيا، فاحنا نحتاج مور هيموغلوبين ومور ار بي سي حتى تشيل لنا اوكسجين. زين، بعد شنو الفشي الثالث اللي يسوي له انهبيشن؟ الانفكتيف اريثروبويسيس، هذا مصطلح راح نتطرق له بالمحاضره الجايه، لا تشيلوا له اي هم.
بس مجرد حفظه انه يسوي inhibition للهبسيدين production. هذا الهبسيدين كل ما يتعلق بالهبسيدين هو فتشي يطلع من الليفر يروح على الفيروبورتير يسوي له degradation وينهي حتى ما يطلع لنا ايون للسيركوليشن. الاشياء اللي تسوي له برودكشن مهم يعني انديوس برودكشن مهمه، والاشياء اللي تسوي انهبيشن همينا مهمه. زين ننتقل الى سلايد ثاني. فيف هاي فيف مو تسلسل يعني، بس يعني البوينتات المهمه اللي انتم لازم يعني تعرفوها كايون. الايون ابزوربشن شنو راح يزيد الايون ابزوربشن وشنو راح يقلل الايون ابزوربشن؟ هاي مهمه. ليش مهمه؟ لانه من راح نعطي علاج يعني من راح ناخذ الفارما لازم نعرف شنو الاشياء اللي تسوي انكريز الابزوربشن وشنو الاشياء اللي تقلل الابزوربشن، فلازم نعرفها. زين شنو الاشياء اللي تزيد الابزوربشن مالته؟ انكريز اريثروبويسز، يعني من الجسم يحتاج انه يصنع ار بي سي هوايه بيا حاله بحاله البريجننسي، فيزداد عندنا الايون ابزوربشن حتى اقدر اصنع من عنده هيم، حتى اقدر اصنع الهيموغلوبين، حتى يشيل الاكسجين هوايه. زين بالانيميا مثل ما حكينا احنا قلنا احنا بالانيميا احنا نحتاج انه نطلع نحتاج انه فشي يشيل لنا الاكسجين، فنحتاج الى الهيموغلوبين، لذلك نحتاج انه نزيد الايون ابزوربشن. زين reducing substances in food like vitamin C و sugar و amino acid و citric و lactic acid. أهم شيء تعرفون إنه الفيتامين C. ليش؟ لأنه الفيتامين C كلش مهم بالabsorption مال الآيرون، كلش مهم يشتغل يعني زيد الabsorption مال الآيرون. زين شنو الأشياء اللي تقلل لنا إياها؟ أنتا أسيد و التتراسايكلين. ليش الانتا اسيد؟ لانه يعتقدون يعني في بعض انا شفتها بعض الارتكلز انه الاتش سي ال الموجود بالستمك هو ممكن يحول لنا الفرك اللي هو الموجب 3 الى موجب 2، فاكو اعتقاد انه الفيتامين سي والاتش سي ال يحولون الفرك الى فرس، لذلك اذا انا عندي انتا اسيد يعني معناها ما عندي اسيد، يعني معناها ما راح يتحول فرق الى فرص، فبالتالي ما راح يصير بيه absorption. والتتراسايكلين الميكانيزم مو مهم انه تعرفوها، بس اهم شيء تعرفون انه التتراسايكلين هو عباره عن انتيبايوتيك ينطي بحالات هوايه، هو برود سبيكترام ويقلل الابزوربشن مال الايرون. زين اهم شيء هذا الرسم except for epithelial shedding and menstruation، ما عدا menstruation the body has no method to get rid of iron. يعني البادي اذا سوى له absorption بعد ما عنده method حتى يتخلص منه، ما عندنا فد شيء يسوي لنا execution للايرون ما عدا الابيثيريال شيدنج والمنستريشن. يعني الانسان اللي ياكل ايرون وصار بيه absorption ها هي يبقى هناك، ما عندنا method of يعني execution ما عدا المنستريشن والابيثيريال شيدنج. والله حلو معلومه واحد يعرفها. زين physiological causes of increased iron requirement يعني شنو؟ يعني اكو فد physiological state تصير بالجسم، بهاي الحاله يحتاج الجسم انه يزيد الايرون requirement، يعني يزداد عدد الايرون اللي لازم ياخذه من الدايت. شنو؟ مثل ما نعرف انه الانفنسي والبيوبرتي والبريجننسي، هاي اول ثلاثه، والبلد دونيشن، هذني كلهن الفيزيولوجيكال ستيت. طبعا ليش قال فيزيولوجيكال كوزز؟ لان هاي مو باثولوجيكال، يعني الواحد اذا كان انفنت هذا فشي مو باثولوجيكال، اذا كان هو ادولسنت اذا بريجننت اذا يتبرع بالدم هذا فشي مو ديزيز، فهو اصلا فيزيولوجيكالي لازم يزيد الايرون ريكويرمنت مالته، لان هو يحتاجه فور ديفلوبمنت ويحتاجه تو ريبليس البلد اللي يعني اللي سوى له دونيشن، لذلك لازم يزيد الايرون ريكويرمنت مالته. هاي في اثنين وفي ثلاثه، يعني اذا كان البيزل نيد، اذا كان الجسم يحتاج فرضا يحتاج 5 ضربه في 2 اذا يحتاج هذا بالانفنت. بالنسبه للادولسنت اذا يحتاج مثلا 5 ضربه في 3، البريجننسي تضربه في 4، البلد دونيشن هم يضربه في 4. هاي موجودة هم بنزم الدكتور علي محمد جواد، بس حتى واحد يعرف انه يعني اذا كان انفانت لازم يزيد مالته الايرون ريكويرمنت، لان يحتاجه للديفلوبمنت ويحتاجه للجروث. زين هاي معلومة حلوة مهمة ولطيفة، انه كل 500 مل بلد
يعني كل باينتس، هاي الباينتس تشوفوها بالمستشفى اللي محطوطة بالطابق السابع، هو الطابق السابع طابق مناض الدم. الباينتس مال البلاد هي عبارة عن 500 مول، ايش قد بيها ايرون؟ بيها 250 ملي غرام ايرون، انا غير اللون سوي احمر. زين، كل 500 مل بلد ب 250 ملي غرام ايرون، وهاي معلومه هم كلش حلوه ومفيده حتى نعرف انه اذا احنا انطيناه باينت اوف بلد ايش قد راح يزداد الايرون. 250 ملي غرام لهنا. انا واضح البيسك؟ اذا واضح، اذا في شيء ما واضح تقدرون تقولوا لي ونعيده. واضح لهنا البيسك؟ تمام دكتورة، واضح. تمام. زين، حكينا عن الايرون وحكينا عن الابزوربشن مالته وشنو الاشياء اللي تزيد الابزوربشن وشنو الاشياء اللي تنقص الابزوربشن، كلها اشياء بيسك راح نستفاد من عندها هسه. اول شيء الايرون ديفيشنسي انيميا نوع من انواع الانيميا. هو شنو هو؟ هو الموست كومن فورم اوف نيوتريشنال ديفيشنسي، يعني اكثر انواع النيوتريشنال ديفيشنسي اللي تصير، يعني الموست كومن. زين، ايرون ديفيشنسي انيميا كان ريزلت فروم ا فرايتي اوف كوزز، يعني شلون تصير هاي الايرون ديفيشنسي انيميا؟ شنو الكوزز مالتها؟ شنو الايتيولوجي؟ كلها تؤدي الى نفس السؤال. عندنا physiological causes وعندنا pathological causes. زين، شنو يعني physiological شنو يعني pathological؟ physiological يعني فشي ما بي disease، pathological يعني فالdisease هو دا يسوي لنا نقص بهذا الايرون. physiological فالphysiological state هي دا يعني موجودة بالجسم دا تزيد لنا احتياج الجسم للايرون، فيصير عندنا iron deficiency anemia. شنو هي physiological؟ increase in need for iron in the body، الجسم يحتاج iron اكثر. بيا حالات الانفانسي اللي هسه حكينا عنها نفس هالاشياء اللي زايد لنا الايرون ريكويرمنت، الادولسنت والمنستريشن، البريجننسي واللاكتيشن، نفس هالاشياء اللي حكينا عنها. هاي فيزيولوجيكال كوزز اوف انكريز ايرون ريكويرمنت. ليش يصير عندهم؟ لانه البريجننت ومن عبالها هي تحتاج نفس لما ما كانت بريجننت، نفس الاحتياج عبالها انه هي تحتاج، ما تدري انه هي تحتاج اربع مرات قد الاحتياج اللي هي كانت تاكله، لذلك ما تزيد الايرون مالتها بالدايت، فلذلك يصير عندها ايرون ديفيشنسي انيميا. زين، باثولوجيكال يعني عندي فد ديزيز دا يصير بي يعني هذا الشيء. شنو عندنا؟ عندنا بول افيلابيلتي من ذول اللي هم اصلا فيجيتيريان، احنا قلنا هو موجود بالريد ميت، ذول فيجيتيريان ما ياكلون ميت. زين، important cause of iron deficiency يعني هذا يصلحوا له dietary deficiency، rarely هو هذا the only etiology، كلش يعني rare. زين، الكاو مولك اللي هو شنو هو؟ اللي هو الانفنت دايت. هذا الكاو مولك ليش؟ لانه الانفنت دايت deficient بالايرون، لذلك اكثر ذول اللي يرضعون ممه يصيرون معرضين يكون عندهم iron deficiency anemia. زين، poor dietary iron intake اللي هما الالدرلي ما يقدرون ياخذون الايرون بشكل صحيح، يعني ما ياكلون الالدرلي يعني. زين، نجي على ثاني شيء اللي هو مال ابزوربشن. مال ابزوربشن يعني ما يصير بيه امتصاص، احنا قلنا وين يصير بيه امتصاص؟ يصير بيه بالدودنة، لذلك اذا احنا سوينا غاستريكتومي واذا كان البيشنت عنده سيلياك ديزيز او اذا كان عنده كوبيتاس بلو، هاي ديزيز معينه يصير بيها مال ابزوربشن، يعني الجسم ما يقدر يمتص الايرون. يعني اول شيء ما يقدر يعني ما دا ياخذه من الدايت بالشكل الصحيح، وثاني شيء ممكن ياخذه من الدايت بالشكل الصحيح بس ما دا يصير بيه ابزوربشن. زين، كرونيك بلود لوس، اذا هو الجسم دا يفقد بلود بشكل كرونيك، هذا one of the most important causes of iron deficiency anemia. يعني مو هو الموست امبورتنت بس من عندهم هذا اللوس منين دي يصير؟ يا اما من القسو انت ستانال تراك اذا كان عندنا بيبتيك ألسر، لان مثل ما نعرف انه البيبتيك ألسر يكونون معرضين انه يصير عندهم بليدنج، يا اما ابر يصير عندهم ابر جي اي تي بليدنج. ودائما تشوفون هذول اهل البيبتيك ألسر بالريد هات بالطابق السادس بالطابق التاسع هم مرات يجون هو عنده بيبتيك ألسر وصاير عنده ميلينا،
upper GIT bleeding. لذلك هذول يكونون معرضين أو ممكن يعني يكون عندهم chronic blood loss، يعني مو شرط أنه acute، فيصير عندهم iron deficiency anemia. المهم تعرفون أنه هذا اللوس منين يجي، من GIT أما peptic ulcer، ذول اللي عندهم hemorrhoids، الهوك وورم أخذتوها العام بالإنفكشياس، أو الكولونيك كانسر. دائماً أبو الكولونيك كانسر ممكن يجي بريزنتيشن مالته اللي هو بليدينج بير ريكتم، كلش وارد، فيصير عندهم أنيميا. زين، بعد منين ممكن اللوس يعني يجينا؟ يجينا من فيميل جينيتال تراكت، اللي هو شنو؟ إذا كان هي عندها من منوريجيا أو متروريجيا أو كانسر. المهم يعني من الجي آي تي أو من الفيميل جينيتال تراكت. زين، ان ادلت ميل هاي حطيتها بالاحمر لانه مهمه، ان بوست مينوبوزال وومن ايون ديفيشنسي از يوزوالي ريليتد تو كرونيك بلاد لوس ميد فروم جي اي تي. يعني اذا انا اجاني ادلت ميل او بوست مينوبوزال فيميل وكان عندها ايون ديفيشنسي انيميا، شنو الكوزز اللي ممكن اتوقعها؟ اقدر اتوقع انه هذا ريليتد للكرونيك بلاد لوس ميد فروم جي اي تي، هذا الكوز مالتها اذا كانت بوست مينوبوزال فيميل، لان هي ما عندها بعد منسز، او اذا كان ادلت ميل، يعني اذا كان elderly اقدر اتوقع انه هذا ديو تو كرونيك بلاد لوس ميد فروم جي اي تي. واكو ملاحظه هسه راح اجي اوضح لكم اياها بعدين. زين، رابعا عندنا الهيموريج. طبعا هيموريج يعني همينه بلاد لوس، obvious causes اللي هو المينوريجيا مثل ما احنا حكينا عنها، او occult. الأوكالت كوزز يعني اللي هي بالبيبتيك ألسر ديزيز، إذا كان واحد يأخذ أسبرين، تعرفون الأسبرين همين يسوي بليدينج، إذا كان إذا من الجي آي تي تراك اللي هو بالكانسر أو الأنكلستوما. زين، هاي النقطة ليش فصلتها أنا عن هاي النقطة؟ لأنه الكرونيك بلود لوس هاي اللي هي تقريبا نفس الأسباب الموجودة فوق، هاي موجودة بمحاضرة الباثو، في حين محاضرة المديسين مجزئنا إياها أنه obvious causes وأوكالت. فلذلك حبيت انه اجمعهم اثنيناتهم، يا اما obvious causes يا اما occult causes. دكتور علي محمد جواد هيك مقسمهم، في حين اهل الباثو بس مقسميها على حسب السايت، gastrointestinal او female genital tract. زين، نوع ثاني عندنا intravascular hemolysis، هذا بعدين نجي نتطرق له من نحكي عن الهيموليتك انيميا، بس المهم تعرفون انه هو من الكوزز، لانه الايرون راح يطلع وين؟ باليورين. بعدين نجي نتطرق له. زين، هاي اللي حاطه جوها خطاني هم الملاحظه كلش مهمه، regardless of the cause، مهما كان الكوز، iron deficiency develop incidentally، يعني شنو؟ يعني مو اكيوت، يعني period ياخذ، يعني ياخذ فد month، ما يجيني اكيوت. زين، لهنا واضح؟ تحبون نعيد شيء؟ شباب اذا سريعه قولوا لي ابطئ. استمر اذا سريعه قولوا لي ابطئ، لانه بالفيدباك كانوا مكتوب انه سريعه شويه. زين، نجي نحكي على الباثولوجي. هسه احنا حكينا عن الايرون ديفيشنسي انيميا وقلنا الكوزز مالتها شنو، فيزيولوجيكال وباثولوجيكال. هسه نجي نحكي عن الباثولوجي شلون ده تصير. قبل لا نبدي نحكي على الباثولوجي احنا لازم نتطرق لهاي الاشياء. هاي الاشياء هي بيسك تفيدنا بالباثولوجي، في دراسه الباثولوجي. اول شيء لازم نعرف انه ستورج اوف ايرون، وين ينخزن الايرون بالجسم؟ ينخزن بالفورتين اللي احنا حكينا عنه هسه بالفيجر، نرجع له مو بعيد لان هذا، يا اما بالفورتين ينخزن، يا اما وراح يكون water soluble، يا أما ينخزن بالريتيكولو إندوثيليال سيستم. يعني شنو الريتيكولو؟ يعني الماكروفاجز. بيصير ينخزن هيموسيدرين، هذا water insoluble، يعني ينخزن بشكلين بالريتيكولو إندوثيليال سيستم، ينخزن as هيموسيدرين. بالتشيو وين ينخزن؟ ينخزن as ferritin. وشون شنو راح يكون؟ راح يكون الفيريتين water soluble، والريتيكولو إندوثيليال سيستم راح يكون يعني الستورج فورم راح تكون ووتر انسولوبل. زين، هاي اول معلومه عرفناها. زين، شنو هو السيرم فيريتين؟ السيرم فيريتين مو نفس التشيو فيريتين،
هواية أخطاء، إنه أنا من الناس كان عبالي السيرم فوريتين هو نفس الستورج، هو لا مو ستورج، السيرم فوريتين فد مولكيول تمشي بالسيرم، not a storage of iron، مو هو مكان الخزن، مو نفس التشيو فوريتين، هذا الفوريتين موجود بالتشيو، هذا بالسيرم. لعد شنو فائدته هذا؟ فائدته إنه رح يكون in equilibrium with tissue فوريتين، يعني يكونون على توازن and hemocytrine، يكونون على توازن، يعني هو مو storage form بس يكون متوازن ويا من ويا تشيو فوريتين والهيموسيدرين اللي هي مناطق الخزن الأساسية للآيرون بالجسم. زين، آيرون deficiency will not occur unless all body storage of iron are depleted، كل الستورج. ليش يعني هذه العبارة راح تفسر لنا ليش الآيرون deficiency ما تجي acute، ما تجي acute presentation، تجي incidentally، لأنه الآيرون لازم كل الستورج مال الجسم يصير بها depletion، يلا الآيرون deficiency anemia صير، يعني لازم يخلص كل التشيو فوريتين وكل الريتيكيولو اندوثيال سيستم مالتها الهيموسيدرين يخلص، يلا بذاك الساعة يصير عندي آيرون deficiency anemia. زين، احنا شنو يعني قلنا in equilibrium؟ معناها إذا كان التشيو فوريتين لو السيرم فوريتين رح يكون لو، يعني in equilibrium، هذا يزداد هذا يزداد، يصير مثل الميزان، هنا يصعد هذا هم يصعد، هذا ينزل هذا ينزل، لازم يصيرون in equilibrium normally. زين، نجي المصطلح ثاني هم مهم ومفيد، total iron binding capacity. شنو يعني؟ يعني binding capacity يعني فشي رح يربط لنا الايرون. زين، شنو الشيء اللي يربط لنا الايرون؟ احنا حكينا عنه بالمحاضرة هسه، من يحب يجاوب؟ الفشي اللي يشيل الايرون بالcirculation، اللي يحب يجاوب طبعا. الترانسفيرين. عافيه. هو التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي بيسكلي مين ترانسفيرين، يعني واحد من يقول شنو التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، هذا الاسم الكبير ومختصره بعد اكبر من عند اربع حروف، هو نفس الترانسفيرين، نفس الترانسفيرين، هو هذا نفسه هذا. انا حاطه لكم جوه measure of total amount of transferrin present in the blood، يعني هو نفس الترانسفيرين الموجود بالبلد، يساوي حاطت لكم جوا علامة يساوي، يعني total iron binding capacity تساوي الترانسفيرين إن كان saturated أو unsaturated، يعني إن كان شايل iron أو ما شايل iron، يعني إن كان saturated with iron أو unsaturated with iron، هو يقيس الترانسفيرين كله total ما له علاقة. زين، معادلة ثانية هاي مهمة إنه نعرفها، لازم نعرف هو شي يساوي، يساوي serum iron زائد unsaturated binding capacity، اللي هو احنا قلنا saturated و unsaturated، يعني يساوي serum iron وال unsaturated binding capacity، تقريبا نفس هالعبارة الفوق، انه هو saturated و unsaturated. زين، normally normally one third of the total iron binding capacity is saturated، يعني احنا قلنا total iron binding capacity هي saturated و unsaturated. زين، ايش قد تمثل لنا saturated؟ بس one third، one third of the transferrin normally is saturated with iron، the remainder is unsaturated، الباقي هو unsaturated، normally هو بس one third saturated والباقي unsaturated، هاي مهم نعرف قيم النورمال. زين، نجي على الترانسفيرين ساتوريشن، شلون راح نحسبه؟ احنا قلنا توتال ايرون بايندينج كاباسيتي هي ساتوريتد وان ساتوريتد. زين، شلون اقيس الساتوريتد اللي هو قلنا احنا ثلث تقريبا النسبه كبرسنتج، وال راح نقيسه انه نقسم السيرم ايرون على توتال ايرون بايندينج كاباسيتي في 100%، نضربها في 100%. ليش نضربها في 100%؟ لأنه تطلع على يعني على شكل percentage، على شكل نسبة مئوية، ما يطلع لي رقم، لازم تطلع لي نسبة مئوية، حالة حالة reticulocyte percentage وحالة حالة PCV هم يطلع لي percentage، يعني نسبة مئوية اللي هي شنية ثلث، يعني تقريبا 0.33 هيك شيء، يعني 33%. زين، how iron deficiency causes anemia، حكينا على النيتشه كلها البيسك اللي مهمه واللي راح نستفاد من عندها كلش في دراسه بالدايجنوزز وبكل شيء نستفاد من عندها.
زين لعد شلون هذا الايون ديفيشنسي ده يسوي لي انيميا؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا لازم كل الستورج مال الجسم يخلص يلا تطلع لي الايون ديفيشنسي انيميا. فلذلك ديكريز ستورج اوف ايون ان بون مارو، من يقل الستورج مال الايون بالبون مارو ايش راح يقل عندنا؟ يقل عندي السيرم فوريتين. ليش؟ لان انا قلت الستورج فورم اللي هي الهيموسيدرين بالريتيكولو اندوثيال سيل والفوريتين التشيو فوريتين ان اكويليبريم وذ سيرم فوريتين، فمن يقل عندي الستورج راح يقل عندي السيرم فوريتين. زين سيرم فوريتين من راح يقل؟ راح يقل عندي السيرم ايرون، لانه اصلا انا ما عندي ستورج ما عندي ايرون، فشون يعني راح يطلع لي سيرم ايرون؟ منين راح يجي اذا انا ما عندي اصلا تشيو فوريتين خلصان؟ وهو اصلا التشيو فوريتين هو اللي يطلع لي الايرون للسيركوليشن، انا شلون راح يصير عندي ايرون؟ ما عندي ايرون يقل. زين راح تزداد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. زين ليش تزداد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي؟ هاي مهمه. تزداد لانه التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي هي عباره عن الترانسفورين، بيسكلي ترانسفورين، يعني مو مهم اذا اقول ترانسفورين او توتال ايرون بايندينج كاباسيتي اتس ذا سيم. زين ليش تزداد؟ تزداد لانه اني ما عندي بالجسم ايرون، فراح ينطي اعاز يروح وين؟ يروح للليفر اللي هو المصنع مال الترانسفورين، راح يقول لي يابا اني هسه ما عندنا ايرون، روح جيب لنا ايرون من الستورج، شيل لنا اياه حتى يطلع لي ترانسفورين اكثر. واحنا قلنا توتال ايرون بايندينج كاباسيتي هي نفسها الترانسفورين، فمن اني ما عندي ايرون بالسيركوليشن الجسم راح يعطي اعاز للليفر يقول له روح صنع لي ترانسفورين حتى الترانسفورين يروح للستورج يجيب لي ايرون. زين هي المشكله اصلا الستورج فارغه، فيظل الليفر يصنع ترانسفورين ترانسفورين ترانسفورين، هو ما يدري الستورج فارغه، مفهوم؟ ما يدري الستورج فارغه. ف على هالاساس راح تزداد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، يعني يزداد الترانسفورين، بس هذا اسم يعني مهندم بين قوسين، فكان يكتب ترانسفورين يكتب ترانس هذا توتال ايرون بايندينج كاباسيتي. ف زين اكيد من يصير عندي اني ايرون يقل، الايرون هو يدخل في تركيب الهيموغلوبين فيقل عندي ديكريز الهيموغلوبين سينثيسيس. من يقل من يعني يقل عندي الهيموغلوبين راح يصير عندي انيميا، لان ذيك المحاضره انا قلت الانيميا ليترالي هي شنو؟ هي ريدكشن بالار بي سي ماس، بس انا الماس ما اقدر اقيسها لانه احتاج راديو اكتيف ماتيريال، ما اقدر انا بالمختبر اقعد احسب، فاعبر عنها يا اما بالهيموغلوبين يا اما بالبي سي في. فمن يقل الهيموغلوبين اكيد راح يصير عندي انيميا، وهو الايرون اصلا الايرون هو يدخل في تركيب الهيموغلوبين، فيقل عندي الهيموغلوبين سينثيسيس فيصير عندي انيميا. زين لهنا انا واضح؟ طبعا كل ساعه اقول لكم لهنا انا واضح لانه معلومات هوايه. زين نجي للكلينيكال بريزنتيشن، يعني شنو كلينيكال بريزنتيشن؟ يعني المريض شلون يجي. اول شيء لازم اعرفه انه المريض اللي عنده ايرون ديفيشنسي راح يجيني فتيق بيفور كلينيكال انيميا ديفلوب، يعني قبل لا يصير عندي ساين والسيمتومز مال الانيميا راح يصير البيشنت يجيني يعني يشكو من فتيق قبل لا تطلع. وطبعا اغلب الناس ما راح تجي تقول انا عندي فتيق، يعني الا يصير عندهم انيميا يلا يجون، الا يصير عند الكلينيكال ساين والسيمتومز مال انيميا يلا يجي يعني كبيشنت. زين الباقية كلها تقريبا نفس الجنرال ساين وسيمتومز مال الانيميا، البريتل هير، الدراي سكين، الدسفيجيا يصيحوا لها بلو مالفنشن رينج، هاي حتسمعوها هواية بالجي اي تي هم تسمعوها، هذول عبارة عن ترايد اوف ايرون ديفيشنسي انيميا ودسفيجيا ديو تو اسوفيجيال ويب، و هذا الجلوسايتس مال الايرون ديفيشنسي انيميا، يعني الجلوسايتس والكويلونيكيا وديسفيجيا، يعني عباره عن شخص بي ايرون ديفيشنسي انيميا بس يجي عنده ديسفيجيا. ليش؟ يصير عنده اسوفيجيال ويب، يصيحوا لها بلو مالفنشن رينج وبلو مالفنشن سندروم، كلها سندروم بشكل عام. هاي بالجي اي تي اكثر شيء موجوده، يعني بالهيماتو مو كلش. نيل تشينجز اللي احنا حكينا عنها اللي هي الكويلونيكي، هاي سبيسيفيك
للآيون ديفيشنسي أنيميا، يعني شنو سبيسيفيك؟ يعني نشوفها بس بهاي. زين، جلوسايتس اللي احنا حكينا عنه ذيك المحاضرة، انه السموث تانك يصير التانك سموث، وانجيولار ستوماتايتس هسه حنشوفها بالصور. لعد شنو البيكا؟ بيكا ابيتايت فور بازار سبستانس، ذول اللي ياكلون تراب. انا كانت عندي وحده من صديقاتي تاكل تربه، اقول لها اليابا ليش تاكلين تربه؟ تقول لي انا احبها. ياكلون تربه ويقلطون ثلج وياكلون حتى الاصباغ اللي يرسمون بيها، يعني اكو يعني يعني والكلي كل شيء ياكلون، ياكلون اشياء بازار سبستانسز يصير لها بيكا. هاي البيكا دكتور مازن جودي يسألكم عليها بالكلينيكال، إذا ياخذكم يعني كيس، إذا ياخذكم يعني فد سيشن كلينيكال بالمستشفى يسألكم عنها، احنا سألنا عنها بوقتها. يعني هو عبارة عن ابيتايت فور بازار سبستانسز، دول اللي ياكلون تراب واللي ياكلون اشياء غريبة عجيبة. هاي الكلينيكال ساين اوف ايرون ديفيشنسي انيميا حكينا عنها. هذا منو يقول لنا هاي شنية؟ فد شطور يقول لنا شنية هاي؟ حكيناها بالستايد اللي قبله بس مجرد يعني فور ريفيجن. هاي طلبي هاي الصورة من ماكلاود، ممكن تجيكم اذا صار عليكم امتحان سلايدات ممكن تجيبوكم اياها. زين، هاي الصورة هم من ماكلاود، هذه بيها الجلوسايتس اللي هو سموث ريد تانك، وبيها الانجيولار ستوماتايتس. هاي منا ومنا، هاي هاي وهاي. زين، اكو دايموند، هاي للأمانة العلمية حتى ما تكون سرقة علمية، هاي مو أنا كاتبتها، لقيتها بالجروب الطبي التعليمي بالفيسبوك، ناشرتها دكتورة لو دكتور وخمطتها، في يعني مو أنا كاتبتها وأصلا ما كنت أعرف هاي المعلومة، فحبيت أضيف لكم إياها بالمحاضرة. إحنا قلنا البيكا اللي ذول اللي يجون يأكلون تراب ويأكلون ثلج ويأكلون كلي ويأكلون بينت وهاي سوالف، من يجي واحد عنده هاي البريزنتيشن look for deficiency of iron، افتهمناها. بعد ايش نبحث عن يا deficiency؟ زنك وكالسيوم. هاي بس for your knowledge، ما حد قال لنا اياها، احنا قلت لكم انا شفتها وخمطتها وحطيتها بالمحاضرة. نبحث عن deficiency of iron of zinc of calcium، ذني الثلاث اشياء، يعني مو بس الايرون، انا كان عبالي بس الايرون طلعت كلهن، يعني ذني الثلاثة. نيجي على خطوة كلش مهمة، حكينا على الكلينيكال بريزنتيشن، هسه راح نيجي نشوف عليه كيس. أول واحد ماخذ 15 بالكيس يحضر نفسه، هو راح يحلها هسه نشوفها حتى يعني الثاني يحل لنا الثانية. زين، هذا الدايجنوزيس أريدكم تحفظوا لي الستيب، هذا أنا ملخصته بالدفتر فكتبت لكم إياها كتابة لأنه خطي ما يساعد بالدفتر. عندنا A B، عندنا بعد C ودي، وممكن نضيف له اي حسب، اي واف حسب، بس اهم شيء تعرفون السيكونس يعني شنو. يعني هسه اي انيميا راح ناخذها راح نسطر الدايجنوزز بهذا التسطيف، فمهم كلش انه تحفظوهم بالترتيب. شد الزون، اول شيء سي بي سي، يعني السيكونس هذا بالترتيب، يعني اول شيء انا ادزه سي بي سي. زين، بالسي بي سي انا ايش راح القى الهيموغلوبين، يا اما هو قليل يا اما بي سي في قليله. زين، التايب مال الايرون ديفيشنسي انيميا هنا راح نكتبه، راح نشوف الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. الام سي في اللي قسنا الفوليوم مال الار بي سي، اذا كان هو قليل شو نصيح لها للار بي سي للانيميا؟ اذا احد يحب يجاوب. مايكروسيتيك. نعم، مايكروسيتيك. عافيه، مايكروسيتيك، هاي اذا كان الام سي في قليل. زين، اذا الام سي اتش والام سي اتش سي قليلات شو نصيح لها؟ هايبوكروميك. صح، عافيه، هايبوكروميك. يعني شنو التايب اوف انيميا بالايرون ديفيشنسي انيميا؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك، وهاي كلش مهمه تحفظوها، يعني مايكروسيتيك هايبوكروميك. زين، ثلاثة for any clear reason the platelets increase، يعني أنا من يجيني شريط سي بي سي راح أشوف الهيموغلوبين قليل، راح أقول هاي عنده أنيميا، أشوف يا تايب اوف أنيميا، أشوف الام سي في قليل الام سي اتش سي قليل، أو هاي مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. يعني شنو؟ يعني ممكن تكون ايرون ديفيشنسي أنيميا، ممكن وليس ديفينيتلي، يعني مو شرط تكون ايرون،
بعدين بالتسلسل الدايجنوسيس احنا راح نعرف هل هي ايون او لا، بس هي مبدئيا مايكروسيتيك هايبوكرومك انيميا فور كلير ريزن، يعني ما حد يدري شنو السبب. البليتلت راح تزداد، ما حد يدري، بليتلت تصعد باللي عندهم ايون ديفيشنسي انيميا. عندي نوتس هنا طايره الاي طبعا هسه صححها ودوزكم اياها. اذا البليتلت تزداد وي سسبكت بليدنج از ا كوز، يعني اذا شفنا بالشريط مال ايون ديفيشنسي انيميا عندي بليتلت صاعده، اشك او اخلي ببالي انه ممكن البليدنج يكون هو السبب. زين بعد انا شو اشوف بالسي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت اللي يحسب لنا كل انواع كل انواع الخلايا الموجوده بالدم، راح يحسب لي الوايت بي سي راح تطلع لي نورمال طبعا، لانه انا هذا الديسوردر يعني ما له علاقه بالوايت بي سي. زين خلصت انا السي بي سي، اجي على فشي مهم اللي هو البلاد فولم. البلاد فولم احنا قلنا راح نقدر نشوف بيه شيب مال الار بي سي شكلها، وهم اقدر اشوف السايز مالتها واقدر اشوف الديجري اوف هيموجلوبينايزيشن. يعني شنو اقدر اشوف السايز مالتها؟ يعني حتكون مايكروسيتيك. زين انا شلون اعرفها مايكروسيتيك؟ قلنا انه النورمال سايز مال الار بي سي يشابه او يعني مقارب او اكوال للسايز مال النيوكليوس اوف سمول لينفوسايت، فاني راح اقدر اعرف هل هي كانت كبيره او صغيره. زين هايبوكروميك اذا كان السنترال بالر مالتها اكثر من ثلث، فراح تكون مايكروسيتيك هايبوكروميك. زين هنا هذا في الشيء مهم اللي هو البوكيلوسايت راوندد اند، راح تكون بنسل شيب بوكيلوسايت شكلها. هسه راح نكتشف شكل جديد من الار بي سي يصلحوا له بنسل شيب بوكيلوسايت. زين وينها هاي؟ هاي بنسل شيب بوكيلوسايت، هاي هاي هاي. زين شنو هي هاي؟ زين ليش انا كتبت بين قوسين راوندد اند؟ هاي تحفظوها لان اكو فد عندنا فد خليه راح تشبهها، راح تكون تابرد اند، يعني مو مثل هسه راوندد، فهاي تحفظون انه تكون راوندد اند. زين ممكن اشوف تارجت سيل اللي هي المكسيكان هات، ممكن اشوفها بس مو دائما. هسه هنا مو كلش مبينه بس ممكن اشوفها، بس انتم ما عليكم بيها، اهم شيء تحفظون البوكيلوسايت اللي هو بنسل شيب وراوندد اند، وتحفظون انه مايكروسيتيك هايبوكروميك، وهذا البلاد فول مالتها. نلاحظ انه صايره تقريبا الار بي سي بيضه وصغيرونه هالقدوته، فهذا بلاد فول مال ايون ديفيشنسي انيميا. زين هذا هم بلاد فول مال ايون ديفيشنسي انيميا، هاي بنسل شيب بوكيلوسايت ار بي سي هنا مأشر لي عليها. هاي هايبوكروميك دي نشوف انه تقريبا السنترال بالر هي مغطي الار بي سي كلها، وهاي التارجت ار بي سي لقيناها، هاي التارجت اللي هي تشبه المكسيكان هات، كانها قبعة مكسيكية، ممكن نلقاها بس مو دائما نلقاها. المهم عندي هاي بنسل شيب ار بي سي، وقلنا هي مايكروسيتيك هايبوكروميك. زين سوينا له سي بي سي وسوينا له بلاد فول، نجي على الايرون ديفيشنسي، العفو الايرون ستدي. الايرون ستدي اللي هي قلنا تشمل لنا السيرم فريتين والسيرم ايرون والسيرم ترانسفيرين ساتوريشن والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، وشرحنا احنا كل وحده ليش تزداد وليش تقل. زين السيرم فريتين راح يكون نازل قلنا لانه هو الستورج كلها راح يصير بها ديبليشن، اقل اذا كان اقل من 20 هذا دايجنوستيك، هذا كلش دايجنوستيك اذا كان اقل من 20. بس هو كاتب لي single most important blood test for iron stores، يعني هذا كلش مهم لان قلنا احنا يصير ان equilibrium ويا iron stores. زين falsely elevated ممكن يصعد، وين يصعد؟ يصعد بالinflammatory disease اللي هو liver disease والneoplasm والhyperthyroidism. falsely elevated يعني مو truly، هو مو صاعد وانما falsely elevated بهاي diseases، يعني مهم نعرف انه اذا كان مرتفع ممكن مو شرط يكون هذا true elevation، ممكن يكون falsely elevated، بس هو بالايرون ديفيشنسي انيميا هو decrease يعني اقل من 20 يكون، اذا اقل من 20 عفوا يكون diagnostic. زين الثاني شنو عندنا؟ سيرم ايرون هم راح يقل لان احنا اصلا عندنا ايرون ديفيشنسي والستورج كلها خلصانه فاكيد ما عندنا بالسيرم. زين هذا more useful in patient whom serum ferritin does not reflect the true state of iron stores in the body. يعني بها حالات، يعني بهاي الحالات من يكون falsely elevated، إذا كان هو عنده liver disease أو neoplasm أو hyper
ثايرويدزم. هاي الحالة ما أقدر أعتمد عليه لأن هذا فولس إليفيشن، مو تبو إليفيشن، فأعتمد على السيروم أيرون مور يوسفول، يعني أكثر فائدة. زين، سيروم ترانسفورين ساتوريشن قلنا راح يكون ديكريز لأنه ماكو أيرون، فبما يصير بي ساتوريشن. والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي راح يكون انكريز، قلنا لانه الليفر ما يفتهم انه ما عندي اني ايرون بالستورز، فيظل يصنع ترانسفورين على امل انه يلقى ايرون بالستورز ويجيبه للسيركوليشن. فهاي كلش مهم تعرفون ياهو انكريز وياهو باختصار، كلها ديكريز بس التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي انكريز. هاي حتى واحد يحفظها. زين، نجي على الثالث بالسيكونس هو البون مارو اكزامينيشن. يعني شيء يشمل؟ يشمل لنا البايوبسي والاسبيريشن، وان شاء الله بالمحاضره الجايه نوضح الفرق بيناتهم. حاليا احنا مو مهم نعرف الفرق. شو كنت نحتاجه يعني خوما واحد انا ودي فيش ثاني ميد الزبون مارو واخطيه لوكال انستيزيا واسحب من عنده؟ لا، بس بالديفيكلت كيسز. بس اذا انا مثلا شاكه ما اعرف ادقنز والهيستوري والانفستيجيشن فيك ما اقدر اميز هاي ايون ديفيشنسي لو غيرها ادزه بون مارو. زين، بون مارو بايوبسي هو الجولد ستاندرد تيست فور ايون ستورز. هذا الجولد ستاندرد، يعني اذا قال ياهو من هو الجولد ستاندرد راح اقول هو البون مارو بايوبسي. بس شنو انفيزيف وكوستلي؟ طبعا لانه انفيزيف راح ادخل فد كول نيدل بالبوستيريور سوبيريور اليك سباين مال بيشنت، وكوستلي طبعا ما ادري بيش يسووه صراحه، ما عندي علم، يعني بس يسووه بالطابق السابع هواي اشوف يسووه. زين، اذا انا سويت بون مارو اكزامينيشن شو راح الاقي؟ راح الاقي absent of iron storage. يعني بالبون مارو انا عندي خلايا اللي هي الماكروفاجز بيها يعني ايرون، تخزن ايرون بداخلها، راح القى absent لان انا اصلا ما عندي storage، خلصان كله. زين، اكو هاي الصبغه اللي يصرحوا لها البروسيان بلو ستين، هاي دكتور علي محمد جواد يحبها. شرح هي هاي راح نصبغ بيها الـ يعني البون مارو بايوبسي او اسبيريشن اللي راح ناخذها. شو راح تطلع لنا؟ راح تطلع لنا انه الايرون ستورج بالماكروفاجز قليله. هي هاي نصبغ حتى نعرف بها الايرون، يصبح لها بوسين بلو. زين، although there will be increase. زين، احنا عندنا فت صديق اسمه اريثروبويتين. هذا الصديق اللي هو او الاريثروبويتين، مو قلنا إذا أني صار عندي هايبوكسيا أو صار عندي يعني ديكريز بالآر بي سي، الجسم راح يطلع لنا إريثروبويتين حتى يصنع لنا أكثر آر بي سي. بهاي الحالة راح يشتغل الإريثروبويتين، أكو عندنا إنكريز بالإريثروبويتين، بس راح يروح للبون مارو راح يقول لها للستيم سيل أريدش تسوي لي آر بي سي. بس من راح تجي تسوي آر بي سي راح تكتشف إنه هي ما عندها آيرون، فلذلك اذا هي ما عندها ايرون شلون راح تصنع لي هي؟ وشلون اصلا راح يعني راح يصير يكمل عندي الاريثروبويسيس؟ فلذلك السيلولاريتي انكريز اونلي سلايتلي، يعني ما راح يصير عندي انكريز بالسيلولاريتي بالبون مارو، ما راح يزداد عندي الار بي سي بالبون مارو، ما راح نشوف اكو فد زياده واضحه، تزداد اونلي سلايتلي لان انا ما عندي ايرون. فشلون راح اذا اللي هي الايرون كومبوننت بديش المحاضرة قلنا هي من الكومبوننت مال الاريثروبويسيس، إذا أنا ما عندي ايرون بمن أصنع؟ زين، هاي يعني مو كلش مهم تعرفوها، اللي هو مايكرونوما بلاستيك ماتوريشن أوف اريثرويد بريكيسر. يعني هاي ما حد يسأل عليها، يعني الوحدة من الاريثرويد بريكيسر راح تكون صغيرة، مو مهم نعرفها هاي، بس يعني إذا سألوا وين تصير نقول لهم بالايرون ديفيشنسي أنيميا. أهم شيء نعرف إنه ستورج ما عندنا، خلصانه. هذا اللي حكينا عنه البروسيان بلوستين، من اسمها بروسيان بلو يعني زلقه. هذا النورمال مارو نشوف بي ازرق يعني بي ايرون، هذه ما عندنا بون مارو، هذا ما بي ايرون، فما نلقاكو ازرق بالموضوع، ما عندنا ازرق بالموضوع. زين، اكو عندنا فتيست لاخ اللي هو الهيموغلوبين اريثرو الكتروفوريسز. هذا هيموغلوبين إريثروفوريسيس فالتيست معين، بعدين نجي نشرحها فالتايب من أنواع الأنيميا، بس حطيناه هنا لأن مثل ما قلت لكم المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا مو شرط تكون ايرون ديفيشنسي أنيميا، ممكن تكون other type of أنيميا، فهذا نستخدمه حتى نميز other type of microcytic hypochromic anemia. حطيناه
حتى ياهو زين يا هي الثلاسيميا لا تدوخون بيها، بس اهم شيء تعرفون انه هذا حتى نميز الايرون ديفيشنسي انيميا من الثلاسيميا. زين بالايرون ديفيشنسي انيميا الهيموغلوبين اللي كتبه فوريسيس راح يكون نورمال او لو، اكثر شيء نورمال يكون نورمال، يعني ماكو عندي فت تشينجز بالموضوع. زين بلازما ليفل اوف سوليبل ترانسفورمينج ريسبتر انكريز، وهذا ما يستخدمه بالعراق فمو مهم نعرفه، بس اهم شيء نعرف انه تزداد. زين هذه بالاحمر كلش مهمه، ايرون ديفيشنسي انيميا بيشنت عنده ايرون ديفيشنسي انيميا او عنده اي انيميا اللي هي بيال، سوينا له تحاليل طلع عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، سوينا له فيكال اوكالت بلاد تيست وطلع بوزيتيف، يعني لقينا بالفيسز اوكالت بلاد وعنده هو ايرون ديفيشنسي انيميا وكان ايلدرلي يعني كان رجال كبير، هذا كولوركتال كانسر انتل بروف اذروايز. هاي مهمه كلش، يجيكم بيشنت هو اصلا كبير بالعمر وسوينا له تحاليل، يجي كلينيكال برزنتيشن مال انيميا يجي بيال وهاي السوالف، سوينا تحاليل طلع عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، سوينا له فيكال اوكالت بلاد تيست طلع بوزيتيف، يعني معناها عنده بالفيسز عنده بلاد. هذا شو اتوقع؟ اتوقع انه هو عنده كولوركتال كانسر، احطه بالديفرنشيال واحطه بالبدايه اون توب اوف ذا differentials. زين حكينا على diagnosis، هسه نحكي على differential diagnosis، يعني شنو الاشياء الاخرى اللي ممكن تكون يعني حالها حال الايرون ديفيشنسي انيميا كمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا او يعني تشبه مقاربه لها. اول شيء بيتا ثلاسيميا ماينر، هذا احطه بالديفرنشيال، وقلنا شلون الميزه؟ الميزه عن طريق الهيموغلوبين اللي كتروفوريسز بالايرون ديفيشنسي انيميا يكون نورمال، بالثلاسيميا بعدين نجي نحكي عنها. زين بعد شو احط؟ احط انيميا اوف كرونيك ديزيز ببالي، واحط سيدروبلاستيك انيميا. سيدروبلاستيك انيميا يعني احنا ما عندنا محاضره لها بالميديسين، وبالباثو شويه مخلين عنها شرح وكاتبين عنها نايس تو نو، فما اعتقد يعني انه ممكن تجي، بس احنا هم نخليها في محاضره من المحاضرات نشرحها. زين هاي الثلاثة 3 differential diagnosis نحطها ويا الايرون ديفيشنسي انيميا. زين خلصنا الدايجنوسيس، عرفنا هذا البيشنت عنده ايرون ديفيشنسي انيميا عن طريق هذيش الستيب اللي احنا حكينا عنها. طبعا ورا الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن الانفستيجيشن نسويها هي سي بي سي والبلاد فولم، وهذا التسلسل اللي قلنا لازم مهم كلش انه نعرفه. اساني اريد اعالجه، هو المريض ما ينتظر يقول والله انت عندك ايرون ديفيشنسي انيميا، والله السيرم ترانسفورمين مالتك صاعد، والله هاي لا، هو يريد علاج، ما يريد هاي السوالف كلها اللي حكيناها، هاي جاست فور يو. هذا الشيء المهم. ثلاث لاينات تريد اندرلاين كوز، طبعا لازم نعالج السبب الاساسي، لانه اذا ما نعالج السبب الاساسي يرجع لنا. ايرون سبلمنت انطي ايرون، وثالث شيء بلاد ترانسفيوجن، هسه حنيجي على كل وحده نحكي عنها شويونه. تريد اندرلاين كوز طبعا، اذا كان عنده سايت اوف بلاد لوس اسوي له كنترول، اذا كان عنده مال ابزوربشن اسوي له كوركشن، اذا كان مثلا هو ما ياكل زين اقول له اكل حديد، اكل يعني اشياء بيها تحتوي على الحديد وهكذا. ثاني شيء ايرون ريبليسمنت اللي هي مهمه، عندي تو روت اوف ادمنستريشن، يا اما اورالي انطيه اياه اورالي يعني ياخذها كحبوب او فشي ياخذها عن يعني عن طريق المعرف. عندي تو فورم، الفرس سلفيت حبوب والفرس جلوكونيت هم حبوب. هاي الدوزز مو مهم تعرفوها، واحد 350 انطي 1 باي 3 يعني انطي 3 مرات باليوم، يعني 3 تايمز ا داي، هاي يعني ا داي شغلات فارما. زين الفرس جلوكونيت هم 3 تايمز ا داي، بس هذا يجي 300 ذاك يجي 350. ياهو تشيبست والموست افكتيف الفرس سلفيت، ليش؟ هيك مكتوب بالمحاضره، هيك قال دكتور علي محمد جواد، اذا اختار اذا قلت تختارون بين فرس سلفيت او فرس جلوكونيت تختارون الفرس سلفيت لان هو تشيبست وموست افكتيف. زين ليش وقت انا اظل انطيه؟ يعني ايش قد المده؟ انا انطيته 1 باي 3 انطيت 3 times a day. زين ليش وقت أظل أنطي؟ Until hemoglobin return to normal، يعني لحد ما الهيموغلوبين مالته يرجع للطبيعي. زين رجع الهيموغلوبين للطبيعي وراها شو أسوي؟ أنطي for 3 months، أستمر حتى لو الهيموغلوبين رجع للنورمال أظل أنطي 3 months with little dose
ما أنطي نفس الدوز اللي هو 300 أو 350، ما أنطي هالقد، أقلل الدوز. زين يعني ليش أنطي 3 مانث حتى أصحح الآيون ستورز؟ يعني شنو؟ يعني أنا صح هو هسه توب، الهيموغلوبين رجع توب، بس أنا الستورج مو فارغة تماماً، هما أنا بس الهيموغلوبين يرجع وها هي أقول له روح، لا أنا لازم هذه الستورج كلها أمليها، فلازم أظل أنطي كمينتنانس دوز 3 مانث ورا ما يرجع الهيموغلوبين للطبيعي. كاتبت لكم اني انتل سيرم فوريتين ريتينز تو نورمال، اللي هو سيرم فوريتين يعكس لنا حاله الايرون ستورج الموجوده بالجسم، فاذا رجع للنورمال معناها توب التوب. شلون اني انطيته هسه فرقه السلفيت او فرقه جلوكونيت، اني شلون راح اعرف الريسبونس مالته دا يستجيب لو ما دا يستجيب؟ شلون راح اعرف؟ عن طريق الريتيكولوسايت. زين شلون عن طريق الريتيكولوسايت؟ من راح نسوي له دايجنوزيس وسوينا له سي بي سي راح نشوف الريتيكولوسايت مالته نورمال، الدايجنوزيس راح تكون نورمال، لا زيدانه ولا نقصانه، نورمال الدايجنوزيس. افتر ا ويك اوف تريتمنت اذا هو السبب مال الانيميا مالته كانت ايرون ديفيشنسي انيميا وانا انطيته ايرون وتصحح، راح يصير بها انكريز، هاي تعكس لنا انه الجسم ده يستجيب للعلاج. يعني اذا اني ورويك من التريتمنت ورويك مما اني نعطيته فرقه سلفيت او فرقه جلوكونيت واجاني المريض اريد اعرف هذا ده يستجيب له لا، اسوي له سي بي سي اشوف الريتيكولوسايت، اذا صاعده فهذا ده يستجيب للعلاج، يعني معناها صح الدايجنوزيس مالتي، اني ما مدقنزه شيء غلط. زين ديسكونتينيو، شو كنت اوقف العلاج؟ بوس حطتكم اشاره زائد، من الهيموغلوبين يرجع للنورمال ومن السيرم فوريتين يرجع للنورمال. زين فرنترالي يعني أوبال مو أورالي، شو وقت أنطيها؟ إذا البيشنت بالبيشنت اللي دي يستخدمون الأريثروبويتين ثيرابي وبالبيشنت اللي ما يقدرون يسوون أبزوربشن أو اللي cannot tolerate oral iron or in whom supplemental iron was not effective، يعني إذا أنا أنطيته أورالي طيته فرقة سلفيت أو فرقة جلوكونيك وما استجاب لي أحاول على البارنترالي، أو إذا هو كان عنده أصلاً مال أبزوربشن فأنا شلون أنطي أورالي؟ أول تالي ما راح يستجيب إلا لأن ما حي الجسم راح يقدر يسوي له أبزوربشن، فش أنطي؟ ها والبيشنت with significant blood loss أنطي بارنترالي. هاي الحالات تحفظوها مهمة كلش، ممكن تجيكم كيس بيشنت عنده مال أبزوربشن ما تنطوه فرقة سلفيت تنطوه بارنترال آيرون. هاي أكو عندي أما ايرون ديكستراني اما ايرون سوربيتول، يعني هاي الفورم مال البارنترال ايرون، يا اما ايرون ديكستران كومبلكس يا اما ايرون سوربيتول. زين خلصنا اول شيء اللي هو تريت ذا اندرلاين كوز وخلصنا الايرون سبليمنتيشن، نجي على ثالث نقطه بالعلاج اللي هي البلود ترانسفيوجن. شو وقت اني انطي بلود ترانسفيوجن؟ اذا كان سيفير سيمتوماتيك انيميا، اذا هيمودايناميك نون ستيبل يعني يجيني يخرب يصير عنده سينكوبي يوقع المريض، او اذا كان عنده سيفير تشيست بين يعني كانت الانيميا مالته كلش سيفير، انطي بلاد ترانسفيوجن. ايش قد انطي؟ 1 يونت او 2، كل يونت هاي مهمه، كل يونت من البلاد ترفع لنا الهيموغلوبين باي 1 غرام، هاي كلش مهمه يسالكم عليها، مره سالونا عليها اخذنا سيشن بالطابق السابع وسالونا عنها، كل يونت ترفع لنا الهيموغلوبين باي 1. هنا مفهوم شباب؟ تحبون نعيد شيء؟ هذا اختو ريم، هاي اليونت شو يقصد بها؟ يعني كيس الدم او شنو؟ اي عافيه بالضبط كيس الدم. زين نيجي الموضوع من انطي اورال اير مثلا ايرون سلفيت باي 3 اول شيء هي البولس، ورش قد اطلب من سي بي سي ثاني حتى اتاكد انه رد للمستوى الطبيعي حتى احطه على مينتنس؟ يعني حسب اذا مثلا انت تريد تقيس الريسبونس تو ثيرابي تقدر ورا اسبوع تسوي له سي بي سي تشوفه هل هو ده يستجيب، اذا ده يستجيب تقدر تبقيه، يعني حسب الهيموغلوبين ايش قد نازل عندك،
اكو يبقوا 2 مانث، اكو يبقوا 3 مانث، حسب الدكتور هو يعني والاكسبيرينس مالته. يعني مو شرط انه تعرفون ايش قد الديوريشن، لان هاي تعتمد على السيفيريتي اوف انيميا، يعني هو ايش قد الهيموغلوبين مالته نازل بحيث يحتاج ايرون اكثر، ايش قد السيرم ايرون مالته، فكلها تعتمد على اشياء اخرى يعني. تمام تمام. انا عندي هسه موضوع اسمه توكسيسيتي اوف ايرون، يعني احنا قلنا الايرون هو توكسيك، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. ايش عندنا؟ عندنا هاي بالفارما موجوده وما حد حيركز لكم عليها، بس هيك حبيت احط لكم اياها فور يعني فور يور نوليدج. عندي اكيوت توكسيسيتي، شيء يصير عنده؟ يصير عنده غاسترو انتيرايتس اندينج وذ شوك، أو يصير عنده ميتابوليك أسيدوسيس وكوما وديث. هاي أكيوت، إذا كان هو ماخذ حبوب هواية ذولي ينتحرون ما أدري شو يصير بيهم، تأخذ القوطية كلها وتبلعها. زين كرونيك توكسيسيتي يعني مو أكيوت، يعني أنا ما ماخذ دوز هواية بالبداية، كرونيك يعني أظل أخذ شوية 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 لما يصير بيه توكسيسيتي. هذا وين نلقاه؟ نلقاه بالهيموكروماتوسيس، فالديزيز معين اسمه هيموكروماتوسيس تأخذه بالجي آي تي. بعد وين نلقاه؟ بالهيموليتك أنيميا، أو نلقاه إذا كان هو دا يأخذ هواي أورال إنتيك أورالي أور باي إنجكشن، يعني إذا كان ماخذ هو آيرون هواي يا أما أورالي أما باي إنجكشن، أو ممكن ماخذ بلد ترانسفيوجن هواي بحيث شنو؟ بحيث صاير عنده آيرون توكسيسيتي. وين أهل الثلاسيميا دائما تسمعون إنه يعني يأخذون هواية pints of blood، يعني دائما يقولون حبدل دمه وأبدل دمه وهذي سوالف، دائما أهل الثلاسيميا يأخذون هواية blood transfusion فيكونون معرضين للكرونيك توكسيسيتي. إيش قد more than 100 blood transfusion، أكثر من 100 يكونون معرضين يصير عندهم كرونيك توكسيسيتي of iron. زين أكو عندي هاي الاثنين الجوة اللي هو أهم واحد بيهم، هذا الأورالي مو كلش مهم يعني مو هو يركزوننا عليه، يركزوننا على هذا اللي هو الديس في روكزاماين. هذا الديس في روكزاماين راح تشوفوه بتايب هواي أوف أنيميا، هو عبارة عن كليتينج ايجنت. يعني شنو كليتينج ايجنت؟ يعني الدايموند المحطوطة هنا كيميكال كومباوندز that react with metal iron، يعني تتفاعل ويا الايرون حتى تسوي لنا water soluble complex وراح يكون stable، يعني ما يسوي لنا toxicity. compound تجي ويا الايرون تتفاعل ويا تسوي لنا فد stable complex بحيث ما يسوي لنا toxicity. زين هاي افتهمنا مفهوم chelating agent used in acute iron poisoning and in chronic iron toxicity، يعني يستخدموا this pyroxamine يستخدموا بالacute وبالchronic. زين الكيليتينج ايجنت ار يوزوالي اورجانيك كومباوند، يعني اورجانيك يعني يحتوي على كربون. زين سبيسيفيك كيليتينج ايجنت بايندز ايرون ليد، يعني الكيليتينج ايجنت ما يبغى يستخدمه بالايرون، اي ميتال مثلا الايرون الليد الكوبر ان ذا بلاد، اند كان بي يوز تو تريت اكسسيفلي هاي ليفل اوف ذيس ميتالز. اي لانه احنا قلنا انه مو بس يرتبط بالايرون، ممكن نستخدمه بس مو طبعا مو هذا ديسفيروكزامين، اكو اذر يعني كيليتينج ايجنت، يعني تقدر ترتبط بالايرون بالكوبر همينه وبالليد. زين كليتينج ايجنت مي بي يوز ان ذا تريتمنت اوف هيفي ميتال بويزنينج، نفس الحكي ده نعيده كل ساعه انه اي ميتال نستخدم الكليتينج ايجنت حتى يسوي لنا ستيبل كومبلكس. زين اكو فشي عندنا انيميا ريفراكتري تو اورال ايرون، يعني شنو؟ يعني انيميا ما مستجيبه للاورال ايرون، يعني أني انطيته هواية هذا فقص سلفيت، هواية فقص جلوكونيد، مدى يستجيب هيموغلوبين، مدى يصعد الفورميتين، مدى يصعد، مدى ألقى أي استجابة ريتيكولوسايت ماكو ما صعده. هاي عندي ثلاث مشاكل هاي الحالة، يا أما الميديكيشن بروبلم، يعني شنو؟ يعني يا أما خلل بالعلاج إكسباير، العلاج إكسباير المريض ده ياخذه وما ده يفيده، يا أما دراج انتراكشن. من أقصد بدراج انتراكشن شخصد أقصد المريض ده يأخذ علاج ثاني، ده يأخذ علاج ثاني ده يتفاعل ويا هذا الآيرون، فما ده يصير بيه أبزوربشن أو ما ده يستفاد من عند الإنسان، يعني المريض ما ده يقدر يستفاد من عنده لأن ده يتفاعلون واحد يلاف. يا دراجز اللي حكينا عنها اللي تقلل الايرون ابزوربشن اللي هي الانتا اسيد،
والتتراسايكلين. لأن اثنيناتهن إذا المريض ياخذها ممكن يكون معرض إنه يصير ريفراكتري تو أورال آيرون، لأنه إحنا قلنا الأنتي أسيد تقلل لنا الأبزوربشن، والتتراسايكلين هم يقلل لي الأبزوربشن. فهو دا ياخذ ايرون وعنده ايرون ديفيشنسي انيميا، بس ما دا يستفاد من الاورال ايرون اللي انطيه اياه، لانه ما دا يصير بي ابزوربشن. هاي اول مشكله. ثاني مشكله بيشنت بروبلم، مريض معانا تي ام بو كومبلاينس، ما ياخذها مره ويقطعها، مكان ما ياخذها ثلاث مرات باليوم ياخذها مره، مكان ما ياخذها يوميا ياخذها بالاسبوع مره. زين بليدنج كونتينيوز، اذا اني ما صححت ليش حطيت اني بالتريتمنت تريد the underlying cause، لين قلت لكم إذا ما سوينا له correction probably يرجع لي. يعني أنا خوما أني أعالج الـ يعني النتائج بدون ما أعالج السبب، أعالج السبب من البداية. أو mal absorption اللي هو غير، ممكن patient عنده mal absorption كلش غير كاتبين عليه. physician problem اللي هو misdiagnosis، الطبيب ما مدقن الصح، وهذا يا ويلي إذا طلع هذا الشيء صح. يعني مس دايجنوزيس، الدكتور ما قادر يكتشف هذا الشيء، وطالع عنده ايش؟ طالع عنده المريض، طالع عنده غير، نرجع على السلايد الديفرنشال دايجنوزيس هذا. يعني هو عباله عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، بس هو يا اما عنده بيتا ثلاسيميا ماينر، يا اما عنده انيميا اوف كرونيك ديزيز، يا اما عنده هاي سيدروبلاستيك انيميا، وهو الدكتور عباله ايرون ديفيشنسي انيميا، فنعطيه ايرون عباله هيك، هو مو هيك، هو عنده واحد من ذنين ثلاثة. يا هو أكثر شيء الموست كمان كونديشن اللي الدكتور يشتبه بيها البيتا ثلاسيميا ماينر، وهي كمان من أول كانتري. زين لهنا أنا واضح؟ واضح لهنا شباب؟ هي دكتورة واضح. تمام. ما أعتقد اليوم نبدأ نخلص المحاضرة كلها، لأنه المحاضرة هاي طويلة، فعادي ممكن نبقي فد جزئين على المحاضرة الثانية. هسه راح نرجع للكيسات اللي بداية المحاضرة، وراح أرجع أني على الفورم حتى أشوف منو اللي أكثر واحد ماخذ، أول واحد ماخذ 15 هو راح يشرح لنا الحالة إذا موجود بالمية. طبعا منو 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 اسمها؟ هاي سارة خالد، شوف سارة خالد إذا تحبين يعني توضحين لنا إياها، إذا ما تحبين توضحين لنا إياها جوا سارة خالد منو؟ حمزة، حمزة السالم، واحد من عندكم يحب يتفضل يقرأ لنا الكيس، إذا ما تحبون نختار الوراكم وهكذا. نبشر راح أقرأ الكيس، بس ما أعرف يعني إذا حشرها عادل أو لا. ماشي تمام، المهم التراي، يلا إحنا وياك. A 33-year-old lady came with 3 months history of easy fatigability and dizziness. On standing, the lady works as a teacher and she is married with 3 children. The youngest is 3 years old and she had an intrauterine contraceptive device inserted. She has poor appetite but no significant weight loss. Her bowel motion is normal and urine color is normal. She has no fever or jaundice or abdominal pain. Her menses are regular, but she passes glucoses during the 7 days period. Her past medical history is irrelevant. Her father has hypertension and her mother died with the breast cancer at the age of 50 years. She takes no regular medications. The physical examination revealed normal vital sign, normal chest, heart, and abdominal examination. Her nails are flat and she is moderately pale with a smooth tongue, no cervical lymphadenopathy or bleeding spot. Her hemoglobin is 9 grams per deciliter. Her WBC and the platelet count are normal. Her MCV is 60. Her ESR is normal and the C-reactive protein is negative, which is the most likely diagnosis. The diagnosis is iron deficiency anemia. تمام، عافية عليك، كل الشاطرة وشطورة، عافية. زين هسه قرأتها زميلتكم عاشتيتها كلش حلو، وعرفت الدايجنوزيس همينة عاشتيتها. هسه نجي نفصلها للكيس وحدة وحدة. أول شيء هي عمرها 33 سنة، العمر مهم، وهي فيميل. زين
شنو الشيء اللي داخل مهم بهاي الكيس؟ انه 3 مانث يعني ديوريشن، مو اكيوت يعني كرونيك، يعني 3 مانث هيستوري اوف شنو؟ ايزي فاتيجابيلتي وديزينس اوف ستاندينج. زين هاي الاشياء كلها مو سبيسيفيك، هذا الهيستوري مو دقيق، انه فاتيج ماني ديزيز ممكن تؤدينا الى فاتيج. الديزينس همينا نفس الحاله. زين خلي هو حيسترسل بالهيستوري وراح نعرف الليدي شنو. نقول لها خاله او عمه او اي شيء عمرها 33 سنه، لا تقول لها خاله. اي هي شنو؟ هي تيتشر. متزوجه لو لا؟ متزوجه. ايش قد عندها جهال؟ عندها 3 جهال. زين the youngest is 3 years old and she has an intrauterine contraceptive device inserted. هي بعد ايش عندها؟ فات ساين، poor appetite but no significant weight loss. يعني بس مجرد ما تشتهي تاكل بس وزنها مو significant، اللي هو significant اعتقد يمكن 10% in the last 3 months. مو كلش اتذكر الصراحة، بس هو معناها من دا يقولي no significant يعني مو فشي ملموس. Her bowel motion is normal، يعني لا عندها constipation ولا عندها diarrhea ولا عندها abnormal stool color. زين اليورين كلر همينه نورمال، وهسه راح اقول لكم ليش راح نستفاد من الستول ومن اليورين كلر بالانيميا. زين شي هاز نو فيفر، ما عندها فيفر ولا عندها جوندس. من قال لي ما عندها جوندس انا راح استثني الهيموليتك انيميا، لانه الهيموليتك انيميا مثل ما قلنا هي تسوي لنا جوندس. من هي ما عندها هيموليتك، من هي ما عندها جوندس استثني الهيموليتك انيميا او اخرها من بالي. زين ما عندها abdominal pain همينة. Her menses are regular، يعني المنسز مالتها regular مو irregular. But she passes clot during the 7-day period، يعني معناها دي يصير عندها deterioration in her menses، يعني دي يصير عندها أكثر blood loss بالمنسز مالتها although it is regular. زين نجي على the past medical history مالتها irrelevant، ما عندها فشي مهم. Her father has hypertension. الفاميلي هيستوري مالتها أبوها بضغط وأمها died with breast cancer at the age of 50. زين نجي على الدراج هيستوري مالتها، ما عندها فد ميديكيشن تاخذها بانتظام. فعلى هالأساس أنا ايش راح استثني؟ أول شيء بما أنه هي ما عندها جوندس أنا راح استثني الهيموليتك أنيميا، وهو هذا الهيستوري ديقودي باتجاه الأنيميا. ليش؟ لأن عندها فاتيجابيلتي وعدها dizziness وعدها poor appetite وبعد إيش عدها؟ عدها heavy menses صارت عدها. فعلى هذا الأساس يعني heavy blood loss وعدها signs and symptoms مال أنيميا، وهي أصلاً at the age of يعني reproductive age، يعني أقدر أتوقع إنه هي عدها iron deficiency أنيميا. أخلي ببالي. زين ليش مو hemolytic؟ hemolytic لأن هي ما عدها جوندس، وهم يعني الباول موشن واليورين كلر از نورمال. احنا قلنا انه حتى اذا صار عندها جوندس وكان الباول موشن يعني كان عندها نورمال كلر يورين ونورمال كلر ستول، فهذا معناها انكونجوجيتد هايبربيليروبينيميا اللي يصيب الهيموليتك انيميا. بس بهاي الحاله احنا ما عندنا جوندس، فعلى هذا الاساس احنا ما عندنا هيموليتك انيميا فما نفكر بيها. زين بالفيزيكال اكزامينيشن انا هذا الهيستوري كله دا يقودني باتجاه الايرون ديفيشنسي انيميا، بس انا احتاج الى اشياء اخرى. الفايتال ساين كانت طبيعيه، التشيست مالتها سويت لها كارديوفاسكولار اكزامينيشن وابدومينال اكزامينيشن كلها طلعت نورمال، بس لقيت بالجنرال اكزامينيشن فلات نيل اللي هي هاي تقريبا سبون شيب نيل يقصد بيها، ومودريتلي بيل يعني عندها انيميا، وعندها شنو؟ سموث تانك اللي شفنا صورته قبل شوية اللي يصير لونه ريد أو بيفي. No cervical lymphadenopathy or bleeding spot. هذه بس حتى يوخر لنا إنه هي ما عندها لا لمفوما ولا لوكيميا ولا شيء، يعني لأن هي ما عندها فد لمف نوت متضخمة أو شيء، يعني حتى يسوي لنا exclusion للأذر causes. زين أنا لقيت إجتني هي عندها sign and symptoms مال أنيميا، ولقيت عندها النيل فلات والسموث والتانك مالتها سموث. سويت لها هيموغلوبين طلع نازل، طلع 9. اجي على الوايت بي سي والبليتلت كاونت طلع نورمال. زين سويت لها بالسي بي سي الام سي في طلع قليل، يعني هاي مايكروسيتيك انيميا.
زين ال ESR والسير اكتف بروتين از نيجاتيف، هاي تفيدنا بالاوتو اميون ديزيزز، يعني اللي اخذتوه العام بالاميونيتي سيستم لوباس وهاي بسوالف تفيدنا ال ESR والسير اكتف بروتين، بس هنا ما دام نيجاتيف فانتوا لا تحطوها ببالكم، بس مجرد اقول لكم انه هاي نيجاتيف. زين انا عندي هاي مايكروسيتيك انيميا و مايكروسيتيك انيميا وعدها كوز اوف ايرون ديفيشنسي انيميا، شنو اتوقع الدياجنوستيك ممكن يكون؟ كرونيك مايلويد لوكيميا، قلنا هذا ما يرهم كرونيك مايلويد لوكيميا، لانه من راح نجي نشرح اللوكيميا راح نوضح ليش ما يرهم، لانه الهيستوري ما راح يجيني هيك هيستوري نهائيا، يعني تخيل شخص عنده لوكيميا ما يجي هيك هيستوري. ثاني شيء ميغالو بلاستيك انيميا والابلاستيك انيميا المحاضرات مالت باتشل، يعني او عقب باكر من ناخذهم راح نوضح ليش ما يصيرون، وهم يعني ما يجي هيك برزنتيشن، اكثر شيء يجي برزنتيشن الايرون ديفيشنسي انيميا هي الموست كمان برزنتيشن، لانه عندها الكوز وعندها هاي الفلاتنيال اللي هي قلنا هاي سبيسيفيك فور ايرون ديفيشنسي انيميا، وهم يعني عندها السموث تانج وعندها هيفي منسز. واضحه هاي كيس شباب؟ واضحة دكتورة واضحة. تمام هسه عندنا حمزة راح يشرح لنا هاي الكيس الثانية. اوكي يلا عدنا... يا حمزة. اي عندنا 35 سنة فيميل عندها heavy menstrual bleeding صارت هالسنة يعني، وجاية عندها decrease in energy، ولما سوينا examination شفنا انه هي pallor، بس لما دزيناها للتست شفنا الهيموغلوبين يعني عادي للجندر مالتها للفيميلز اللي هو 12.5. ف what should we do؟ عندنا خيارين اعتقد، انه يا اما فحوصات ما كافيه احتاج فحوصات اكثر، يا اما جزئيه اصلا ما بيها، بس بما انه هيفي منسترال سايكل وصارت هالسنه وهي فيميل فيعني المفروض انه اقرب للايرون ديفيشنسي. صحيح تمام، بس حمزه هاي بلو نورمال يعني اكو فتحاله، اي اكو فتحاله انه بعد الانيميا ما صاير اوكي ديبليتد ريسورس صارت ديبليتد، بس الانيميا يعني بعدها ما صايره، فهذه ممكن، بس المشكله اكو بالر، فيعني المفروض اكثر انه اكو ايرون ديفيشنسي انيميا، فنسوي السي بي سي، السي بي سي غير الهيموغلوبين مثلا الام سي في والام سي اتش، نشوفهن نشوف البليتلت، نشوف البليتلت اذا انكريست تمام. بعدين نشوف البلاد فيلم يعني ستيبس، اذا نمشي بلاد فيلم نشوف اذا اكو شكل الار بي سي، يعني ممكن يعطينا انديكيشن انه هي هايبركروميك مايكروسيتيك، وهذا طبعا. الشكل الطولاني اللي يسموه بوليوليكيو عشان ما تحكى بوكيلو سايد، اي بوكيلو. وبعدين الايرون ستدي يعني راح يفضحها اكيد، الايرون ستدي يعني راح يكشف كل شيء، نشوف انه زايد البقية لا، وإذا بقت تعذبني فراح أعذبها أنا وأدزها بون مارو إكزامينيشن. عافية. لا تمام كلش مضبوط، انتزها الباقي اللي نشوف باقي سي بي سي شنو يتضمن، وانتزها بلاد فيلم وانتزها ايرون ستدي. عافية كلش تمام. هسه احنا خلصنا الايرون ديفيشنسي انيميا، تحبون نشرح الانيميا اوف كرونيك ديزيز لو نخليها على باكر؟ والله دكتورة يا ريت لو باكر. تمام شكرا. ايرون ديفيشنسي انيميا، اذا احد عنده سؤال عن ايرون ديفيشنسي انيميا او عن الكويز تقدرون تسالون، وعاشتي لكم على اجوبتكم بالكويز، كانت كلش كلش حلوه، وان شاء الله من نخلص الكورس نشوف منو اللي راح ياخذ اعلى درجه بمجموع الكويزات. عاشتي لكم وشكرا كلش، ان شاء الله باشر نكمل المحاضره ساعه 3 مساء تمام، وراح يكون عندكم كويز، لا ناجل الكويز لما ناخذ بعد اكثر تايب اوف انيميا تمام. هسه اذا ما عندكم سؤال تقدرون تتفضلون. كيف اذا سمعنا انا عندي سؤال بالنسبه لل تمام تفضل. السموكينج اللي اخذناه البارحه بالمحاضره العصر يعني بالمحاضره الاولى السموكينج موكي تمام، اخذناه عنه انه هو يسوي ديفيشنسي بالفيتامين سي تمام، نفس الوقت هو يسوي ديفيشنسي بالفوليك اسيد وهذا تمام، فاذا هو يسوي ديفيشنسي بالفيتامين سي بالتالي يعني ايرون ديفيشنسي، ليش ما يصير مايكرو يعني ايش اسمه مايكروسيتيك انيميا؟
مو هو ماكرو السموكينج مو بس يأثر على الايرون، يأثر حتى على الفوليت والفيتامين بي 12. والفوليت والفيتامين بي 12 هذول يسووا لك ماكروسيتيك انيميا، فهو ممكن يسوي ايرون ديفيشنسي انيميا وممكن يسوي ماكروسيتيك انيميا. التايب اوف انيميا اللي يسويها الفوليت والفيتامين بي 12 ديفيشنسي يصيحوا لها ماكروسيتيك، يعني الخليه بيها تكون كبيره. اي نعم، فهو قصدي مدام هو بنفس الوقت اوكي يسوي ديفيشنسي بالايرون. تمام، اي هاي مو يعني مو شرط اي مدخن يصير عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، ولا شرط اي مدخن يصير عنده فت فوليت او فيتامين بي 12 ديفيشنسي، بس احنا اذا كان سموكر ولقينا عنده ايرون ديفيشنسي انيميا ممكن نتوقع انه هذا بسبب السموكينج مالته. تمام، يعني مو شرط. يعني هسه اذا سالني شنو نوع الانيميا اللي يصير ممكن يصير عند السموكينج، ماكرو ولا مايكرو؟ ليناتين يسوي. تمام، ليناتين. هسه يعني اللي عنده سؤال بعد، اللي ما عنده يقدر يتفضل، وان شاء الله باشر المحاضره الساعه 3 نكمل هاي المحاضره. شكرا جزيلا وعاشتيتكم.